السلام عليكم متابعي صفحة وقناة البروفيسور للمعرفة. الكور ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون تتمة لداكشي اللي شفناه في الماتيماتيك فينونسيير. فمن بعد ما تعلمنا كيفاش كنكالكوليو لانتيري، شفنا كيفاش كنحسبوا لا فالور اكيز، وشفنا كيفاش كنحسبوا لا فالور اكتويال. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا لي زان كوني ولا المجاهيل. فكما كتعرفوا باش كنقدروا نحسبوا واحد لانتيري سامبل، كنقولوا بلي الفورميل ديالو كتساوي لينا سي فوا تي فوا ان. سي كنقصدوا بها هي لو كابيتال انيسيال، ولا الفلوس اللي بلوكيناهم في لا بونك، ولا اللي حنا تسلفناهم من عند البنكه. هاد الفلوس هادو كنضربوهم في لوطو دانتيري اللي البنكه كتطبقوا علينا، وكنضربوهم في لا بيريود. وهاد المده هادي، هاد لا بيريود، ممكن تكون عندنا بلي زاني، كما ممكن تكون بلي موا، وممكن تكون عندنا بلي جوغ. فبعض المرات في التمارين كيكونوا عاطينا لانتيري محسوب واجد، يعني لانتيري كيكون محسوب بلا ما نحتاجو نحسبوه، ولكن في المقابل كيكونوا ناقصين لينا واحد ليليمون. هاد ليليمون هذا ممكن يكون هو الكابيتال، يعني ممكن يكونوا عاطيني لوطو وعاطيني لا دوغي وعاطيني لانتيري، ولكن الكابيتال مجهول. ممكن يكون عندنا لوطو هو اللي مجهول، وممكن تكون لا دوغي هي اللي مجهوله. فباش حنا نقدروا نحسبوا هاد المجاهيل هادو، غادي نحسبوهم انطلاقا من هاد العناصر بثلاثه اللي كاينين عندنا في ليكزيرسيس. فهادشي باش غادي نحسبوه، كاين واحد الفورميل في الماط واللي غادي نحاولوا نبسطوها اقصى ما يمكن باش الناس اللي ما عمرهم قراو الماط غادي تجيهم سهله وبسيطه. اول حاجه غادي نبداو بها هي لو كابيتال. حنا شنو كنفترضوا هنايا؟ كنفترضوا بلي في واحد التمرين عطاوه لينا، قالوا لينا بلي كاين عندنا لانتيري، يعني لانتيري راه ديجا محسوب وعارفين شحال كيساوي. كاين عندنا لوطو دانتيري، يعني حنا عارفين لوطو شحال كيساوي. عارفين النومبغ دي جوغ، يعني مثلا هنا نفترضوا بلي عطاونا المده بالايام، حنا عارفين الايام شحال، وطلبوا منا نحسبوا لو كابيتال. فباش غادي نحسبوا لو كابيتال، اول خطوه كنبداو بها هي كنحطوا الفورميل العادي ديال لانتيري سامبل، اللي هي اي كتساوي لينا سي فوا تي فوا جي مقسومه على 36000. لحقاش حنايا كنخدموا بلي جوغ، هذه اول حاجه. ثاني حاجه غادي نديروا واحد يعني بحال واحد القراءه بسيطه لهذا الفورميل. حنا شنو كنقولوا؟ كنقولوا بلي كنعرفوا حنايا بلي هاد لانتيري اللي هنايا كيساوي لينا سي فوا تي فوا جي مقسومه على 36000، يعني لانتيري اللي هنا باش حسبناه راه درنا هاد الكابيتال، ضربناه في لوطو، ضربناه في عدد الايام، وقسمناه على 36000. دابا مزيان، في الماط كاين عندنا واحد الحاجه اللي يعني هي من الاساسيات ديال الماط، كتقول لينا بلي هادشي اللي هنا الفوق كيتسمى البسط، هاد الخط هذا كيتسمى خط الكسر، وهادشي اللي هنا لتحت كيتسمى المقام. حنا شنو كنديرو؟ كنحاولوا هاد لانتيري هذا كنزيدوا ليه حتى هو واحد الخط ديال الكسر، وكنزيدوا ليه واحد هنايا. فكما كتعرفوا الى اي عدد كما بغى يكون قسمناه على واحد كيبقى عندنا نفس الناتج، يعني ما كتبدل لينا حتى شي حاجه. فهنايا شنو درنا؟ درنا لانتيري مقسوم على واحد، وقلنا بلي هاد لانتيري مقسوم على واحد كيساوي لينا هاد سي فوا تي فوا جي مقسوم على 36000. دابا مزيان، في الماط كاين عندنا واحد القاعده كتسمى الضرب التبادلي، واللي كتقول لك جداء الطرفين كيساوي لينا جداء الوسطين. فهنايا شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا باللي هاد البسط اللي كاين عندنا هنايا، يعني الا شفنا هنا في الفورميل هنايا راه قسمناها على جوج، الجهه ديال لانتيري والجهه ديال الفورميل باش كنحسبوا هاد لانتيري. فالفورميل اش كتقول لينا؟ كتقول لينا باللي البسط اللي كاين عندنا هنا في اليسار، يعني هاد لانتيري اللي هنايا في البسط، كيتضرب في هاد المقام، وهاد البسط اللي عندنا هنايا هاد السي فوا تي فوا جي كتضرب في هاد المقام اللي كاين عندنا هنايا اللي هو واحد. الا درنا لها التطبيق العددي شنو كتعطينا؟ هي كتولي اي فوا 36000. الا كانت بالايام كنديروا اي مضروبه في 36000، يعني كناخذوا لانتيري اللي عندنا نضربوا في 36000. الا كانت بالاشهر كنضربوا في 1200. الا كانت المده عندنا بالسنوات كنديروها مضروبه في 100. هذه اول خطوه كنديروها. ثاني خطوه كنديروها هي كناخذوا المقام اللي عندنا هنا على اليسار، يعني هاد اي مقسومه على واحد، حنا كناخذوا هاد واحد ديالها، كناخذوا المقام ديالها وكنضربوه في السي اللي حنا ما عارفينهاش شحال كتساوي، وكنضربوه في تي فوا جي. اذا هاد اي مضروبه في 36 راه كتساوي لينا هاد واحد فوا لو كابيتال فوا لو طو فوا لانتير فوا النومبر دي جوغ. فباش نقدروا نعرفوا الكابيتال شحال كيساوي، اشنو كنديروا؟ هادشي اللي حسبناه هو الاول، يعني هاد لانتيري مضروب في 36000، هادي اللي درناها هنا بالاحمر، كنحسبوا هادي هي الاولى، كنحطوها الفوق كتحط في البسط. ومن بعد كناخذوا هادشي اللي حسبنا، هادشي اللي هنا باللون الصفر، هاد واحد في السي فوا تي فوا فوا جي، هادي كنديروها هي المقام. من بعد كنديروا هاد البسط ديالنا اللي هو اي فوا 36000، كنقسموها على هاد المقام. فاش كنديروا هاد الحساب هذا كنلقاو لو كابيتال شحال كيساوي، وهذه غادي نشوفها من دابا شويه في واحد ليكزيرسيس. ثاني حاجه عندنا في المجاهيل واللي هي لوطو.
ممكن يكون عاطي لنا لانتيري شحال كيساوي ولكن اللوطو ديالو مجهول، وفي نفس الوقت عاطي لنا الكابيتال شحال كيساوي، وعاطي لنا حتى النومبغ ديال لي جوغ ولا النومبغ دي موا ولا النومبغ دي زاني. المهم كما قلنا اول حاجه كنبداو بها هي كنحطوا الفورميل العاديه، من بعد كيف ما قلنا في الاول كنحاولوا نتخيلوا بلي هنايا كنقسموا ما بين لانتيري وما بين هذا الفورميل ديالو، وبنفس الطريقه كناخذوا البسط اللي هنايا يعني هاد اي كنضربوه في هذا المقام اللي هو 36000، وهاد المقام اللي عندنا هنايا هاد واحد كيتضرب في هاد البسط اللي كاين هنايا ديال سي فوا تي فوا جي. كيف ما قلنا كناخذوا هاد اي فوا 36 وكنقسموها على هاد سي فوا تي فوا جي، فبطبيعه الحال بما ان تي حنا ما عارفيناش شحال كتساوي اذا كنديروا السي مضروبه في الجي. نفس الامر بالنسبه للكابيتال، فبما اننا هنا ما كناش عارفين شحال كيساوي اذا كنديروا تي مضروبه في الجي. فمن بعد ما كنديروها هنايا في هذا الفورميل ديالنا كنلقاو لوطو دانتيري شحال كيساوي، وتاهي غادي نشوفوها في ليكزيرسيس. كاين عندنا ثالث حاجه واللي مهمه بزاف واللي كنركز عليها، واللي هي لا دوغي ديال هذا البلاسمون ولا ديال هذا الكريدي. دابا حنا هنايا كنفترضوا بلي عطاونا لانتيري شحال كيساوي، عطينا لو كابيتال وعطاونا لوطو وعطينا المده هي اللي مجهوله. فكما كتعرفوا باش كنحسبوا لانتيري سامبل كنقولوا بلي كيساوي سي فوا تي فوا ان، ولكن هاد ان ديما كنقولها وكنعاودها، هاد ان هادي ماجيسكيل، ممكن تكون عندنا بليزاني كما ممكن تكون بالاشهر كما ممكن تكون بالايام. فحنا نفترضوا بلي درنا لي كالكول ديالنا وخرج لينا واحد لو مونطون، فهداك المونطون اللي خرج لنا حنا باش غادي نعرفوه راه كيهضر على لي زاني، ولا باش غادي نعرفوه كيهضر على لي موا، ولا باش غادي نعرفوه كيهضر على لي جوغ. فداك الشيء علاش هادي باش غادي نفهموها مزيان غادي نشوفو هاد ليكزومبل. سيبوزون كو عندنا واحد لو كابيتال ديال 10000 درهم، لوطو ديالو 8%، لانتيري 2100 درهم، ولا دوغي ديالو انكوني. ف كيما كنقولوا الا جينا درنا التطبيق ديال هاد الفورميل العادي ديال لانتيري كنقولوا بلي لانتيري كيساوي سي فوا تي فوا ان، هادي واضحه. اذا لانتيري هنايا الا درنا التطبيق العددي لانتيري كيساوي لينا 2100 درهم. ها حنا حطيناها هنايا، قلنا حنا بلي هاد 2100 درهم باش لقيناها راها كتساوي لينا سي فوا تي فوا ان. حنا السي كاين عندنا هي 10000، ولوطو كاين عندنا هو 8%، ولكن لو دو غير راها مجهوله. داكشي علاش كنجيو هنايا وكنقولوا بلي هاد لانتيري كيساوي لينا 800، وهاد 800 كيفاش حسبناها؟ هي 10000 مضروبه في 8%، فهاد 10000 مضروبه في 8 عطات لينا 800، وهاد 800 درناها مضروبه في لا دوغي، لحقاش لا دوغي عندنا راها مجهوله. فدابا هاد المده هادي شنو كتساوي؟ المده كتساوي لينا لانتيري اللي هو هاد 2100 هادي اللي كاينه عندنا ديجا في لي دوني، هاد لانتيري كنقسموه على لو كابيتال فوا لوطو واللي هو هاد 800. فمن بعد ما حسبناها عطاتنا 2.6 2.5، غادي تعطيكم واحد العدد طويل. دابا اول حاجه غادي نلاحظوها هنايا هي شنو كنا قلنا قبل، كنا قلنا بلي فاش كنبغيو باش نحسبو هاد، فاش كنبغيو نحسبو لا دوغي ولا لوطو كنقولوا بلي كناخدو هاد لانتيري هذا وكنضربوه في 36000 ولا في 1200 ولا في 100 على حسب المده باش عندنا، ولكن حنا هنايا المده ما عارفينهاش فاش، داكشي علاش حنا هنا ما غادي نضربو لا في 100 لا 1200 لا 36000، غادي ناخدو غير لانتيري وغادي نقسمو على 800. فدابا هاد الرقم هذا اللي خرج لينا هنايا اشنو كيعني؟ حنا باش غادي نعرفو واش كيشرح لينا لي موا ولا الايام ولا السنوات، اشنو غادي نديرو؟ هنايا كاينه واحد القاعده في المات فينونسيغ اش كتقول لينا؟ كتقول لينا بلي الرقم الاول اللي خرج قبل من الفصيله داك الرقم كيرمز للسنوات، لحقاش ان فاش كنجيو باش نشرحوها كنسبقو لي زاني هما الاولين عاد لي موا عاد لي جوغ. يعني كيقول لك هاد لو شيفخ الاول اللي كيكون عندنا هنايا هذاك راه كيرمز للسنوات. فهنايا الا جينا نشوفو كاين عندنا 2.625، اذا هاد جوج هادي راه كتعني لينا لي زاني، اذا في المده راه كاينه عندنا عامين. دابا هادي مزيان، من بعد ما حيدنا هاد العامين غادي تبقى عندنا 0.625. دابا هاد 0.625 اشنو كتعني؟ واش كترمز لليجر ولا لليمو؟ هنا القاعده كتقول لينا بلي الا كان عندنا 0. واحد العدد هنايا راه داك العدد كيرمز لينا للاشهر، فباش نقدروا نعرفوا شحال النومبغ ديال الاشهر بالضبط اش كنديروا؟ كناخذوا 0.625 كناخذوها من هنا وكنضربوها في 12 شهر، من بعد عطات لينا 7.5، يعني عطات لينا 7 شهور ونص. فهاد 7 شهور صافي راه قيدنا عندنا في الحساب، يعني ها عامين و7 شهور، ولكن يبقى لينا 0.5. هاد 0.5 باش نقدروا نحولوها للايام اشنو كنديروا؟ كنديروا 0.5 كنضربوه في 30 يوم عطات لينا 15،
اذا هنايا فاش غادي نجيو باش نشوفو، غادي نلقاو باللي لا دوغي اللي كاينه عندنا هنايا هي عامين وسبع شهور و15 يوم. هاد لا دوغي هادي الا جينا نديروها في التطبيق هنايا، يعني بحال الا بغينا نعاودو نحسبو لانتيري من الاول، نقدروا ناخدو 10000 مضروبه في 8 وغادي نديرو مضروبه في هاد 2.625، غادي نلقاو لانتيري كيساوي لينا 2100. ممكن لينا نحسبوها بالاشهر، يعني غادي ناخدو هنا 24 شهر زائد هاد 7 شهور هادي زائد 0.5 اللي هي نص شهر واللي هي 15 يوم. فاش غادي نحسبوها بلي موا غادي نلقاوها حتى هي كتساوي لينا 2100. وممكن نحسبوها بلي جوغ، يعني ممكن هاد العامين هادي نحولوها للايام، ناخدو 360 ديال العام الاول زائد 360 ديال العام الثاني، نحولو حتى هاد الاشهر الايام ونزيدو عليهم هاد الايام، ومن بعد في التالي كنقسمو على 36000 وتا هي غادي تعطي لينا 2100. يعني باش ما حسبناها غادي تخرج لينا صحيحه. دابا باش غادي نقدروا نفهموا هاد لي زانكوني مزيان، غادي نشوفوا هاد السيري ديال لي زيكسيرسيس، يعني هادو دي زيكسيرسيس خفاف ولكن غادي يوضحوا لينا هاد الشيء مزيان. ليكزيرسيس الاول اشنو كيقول لنا؟ كيقول كيلي لو كابيتال كي بلاسي او تو انيال دو 7% رابورت 250 درهم دانتيري اون 5 موا. يعني شنو هو هاد راس المال هذا اللي لوطو ديالو 7% وكيولد ليا واحد لي زانتيري ديال 250 درهم في واحد المده ديال 5 شهور؟ هذا السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني قال لك اسيدي شحال كيخصنا ديال الايام بالنسبه لواحد الكابيتال اللي فيه 20000 درهم واللي درنا له واحد البلاسمون بواحد لوطو ديال 9% واللي عطانا 500 درهم ديال لي زانتيري؟ يعني هنا يطلبوا منا نحسبوا عدد الايام. هنايا شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا بلي عندنا واحد لو كابيتال ديال 15000 درهم والمده ديالو 3 سنين، وهذا لو كابيتال هذا عطانا واحد لانتيري ديال 1000 درهم، وهنا يطلبوا منا نحسبوا لوطو ديال لانتيري. فإلا كنتو فهمتوا مزيان داكشي اللي قلنا قبل، ممكن ديروا بوز لا فيديو ومن بعد تحاولوا تخدموه لراسكم. دابا غادي نشوفوا الكوريجي. بالنسبه للسؤال الاول، السؤال الاول ولا التمرين الاول كان لو كابيتال عندنا مجهول، ولكن لوطو كنا عارفينو بلي كيساوي 7%، لانتيري كيساوي 250 درهم، والمده كانت عندنا بالاشهر واللي هي 5 شهور. فاحنا هنا شنو كنقولوا؟ كنقولوا بلي كنعرفوا بلي فاش كنبغيو نحسبوا واحد لانتيري اللي المده ديالته بالاشهر، كناخذوا لو كابيتال مضروب في لوطو مضروب في النومبغ دي موا اللي هي هاد 5 شهور مقسومه على 1200. يعني هادشي باش نقدروا نحسبوا لانتيري، ولكن لانتيري راه ديجا محسوب عندنا هنايا واللي هو 250. يعني كنجيو هاد الفورميل هادي بحال كنديروا ليها النشر هنايا، كنجيو كنقولوا بلي لانتيري 250 درهم كيساوي لينا هو لو كابيتال فوا لوطو فوا النومبغ دي موا. بما ان لو كابيتال حنا ما عارفينوش شحال كيساوي، غادي ناخدو غير هاد جوج ديال العناصر اللي هما لوطو ولي موا. الا درنا 7 مضروبه في 5 غادي تعطينا هي 35، اذا كنخليو هاد 35 وكنخليوها مضروبه في لو كابيتال اللي مجهول. يعني الا درنا لو كابيتال ضربناه في هاد 35 غادي يعطينا هاد لي زانتيري. فاش كنجيو نشوفو لو كابيتال شحال كيساوي، اذا لو كابيتال هو هاد لانتيري اللي هو 250 مضروب في هاد 1200، وكنا شرحنا هاد 1200 منين جبناها كاينه فيها واحد 12، يعني 12 الموا اللي هي النومبغ توتال ديال لي موا، وفيها واحد 100 ديال طلوطو، يعني داك 100 فاش كنضربوها في 12 كتعطينا 1200. فهاد لانتيري مضروب في هاد 1200 كنقسموهم على هاد 35 اللي درناها باللون الاحمر، يعني هي اللي كترجع عندنا هنا في المقام. فمن بعد ما كنديروا هاد الحساب هذا عطاتنا 8571.42. اذا هذا هو لو كابيتال سي زيرو، وممكن تاخذوا هذا العدد هذا، يعني هذا المونطون اللي كاين عندنا، وتضربوه في هذا لوطو وتضربوه في لي موا وقسموه على 1200 وشوفوا واش غادي يخرج لكم لانتيري 250. الا خرج هو راه صحيح، الا كان شي رقم اخر ولا شي حاجه ممكن يكون شي غلط في التمرين ولا كيخصكم تماجوريو في الكالكولاتريس. هذا بالنسبه للتمرين الاول. بالنسبه للتمرين الثاني كانوا عطاونا باللي كاين عندنا واحد لو كابيتال ديال 20000 درهم واللي لوطو ديالو هو 9% واللي عطانا واحد لي زانتيري ديال 500 درهم، وطلبوا منا باش نقلبوا على عدد الايام. حنا هنا شنو كنقولوا؟ كنقولوا باللي كنعرفوا باللي لانتيري اللي كيتطلب منا باش نحسبوا بعدد الايام كنقسموه على 36000، وكنا قلنا بلي 36000 جايانا من 360 يوم في العام مضروبه في 100 اللي كتكون هنايا في المقام ديال هاد لوطو. اذا كنجيو هنايا كنقولوا باللي لانتيري ديال 500 درهم كيساوي لينا لو كابيتال فوا لوطو فوا لي جوغ. الا درنا هاد لو كابيتال فوا لوطو فوا لي جوغ، حنا لي جوغ ما عرفناهمش شحال، اذا غادي نديرو لوطو نضرب في هاد 20000 عطاتنا 180000. اذا هاد 180000 هي اللي كنديروها هنا في المقام، هي اللي كترجع لتحت، وهنا الفوق كنديرو لانتيري مضروب في هاد 36000. من بعد فاش درنا الحساب ديالنا عطاتنا 100 يوم،
إذا 100 يوم هي المدة اللي خصانا لواحد الكابيتال ديال 20,000 درهم، واللي لوطو ديالو 90% باش يقدر يعطينا واحد لاصوم ديال لي زانتيري اللي كتساوي 500 درهم. دابا غادي نشوفو التمرين الثالث، واللي كان قال لنا بلي عندنا واحد لوكابيتال ديال 15,000 درهم، واللي المدة ديالتو 3 سنين، واللي عطينا واحد لانتيري ديال 1,000 درهم، وطلبوا منا باش نقلبو على لوطو. دابا هنايا اشنو كنقولوا؟ كنقولوا بلي كنعرفوا بلي فاش كنجيو نخدموا واحد لانتيري، يعني اللي كيكون انويل، واحد لانتيري اللي المده ديالته كتكون بالسنوات، كنقسموا ديما على 100. هاد 100 هادي ديال لوطو، وممكن كاع نديرو غير السيم مضروبه في 0.00 شي حاجه على حسب لوطو اللي عندنا، ومن هنايا ما كنقسموش على 100. الوغ فاش كنجيو نديرو التطبيق العددي كنقولوا بلي لانتيري ديال 1000 درهم اللي هو هنايا كيساوي لينا هاد الفورميل ديال سي فوا تي فوا ان. اذا سي عندنا هي 15,000، وان عندنا هي 3 اللي هي 3 سنين، ولوطو عندنا مجهول. اذا الا درنا 15,000 مضروبه في 3 سنين كتعطينا 45,000. هاد 45,000 هي اللي كنديروها هنايا في المقام. وفي البسط اشنو كنديرو؟ في البسط كنديرو 1000 درهم اللي هو لانتيري مضروب في هاد 100 هادي اللي كاينه عندنا هنايا. فمن بعد ما درنا هادشي اللي هنايا في البسط على هادشي اللي عندنا هنا في المقام، عطانا في لوطو 2.22%. فهذا هو لوطو اللي كيخصنا باش نقدروا نلقاو واحد لانتيري اللي كيساوي 1000 درهم. فسال هنا الكور ديالنا غادي يكون سهله. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون خاص بلي تي دي وبلي زيكزامان اللي متعلقين بلي زانتيري سامبل، باش من بعد ان شاء الله غادي نقدروا نبداو في لي زانتيري كومبوزي. فالى وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش باش انكم تابوناو في لاشين واكتيفيو الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديالنا، وتال تما تهلاو فراسكم.